تواجه الصين كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم تحديات كبيرة بسبب الإنتاجية الفائضة. هذه الظاهرة تتمثل في تجاوز القدرة الإنتاجية لمستويات الطلب، ما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على الصعيدين المحلي والعالمي. تعود أسباب الإنتاجية الفائضة في الصين إلى عدة عوامل، منها السياسات الحكومية التي تشجع على زيادة الإنتاج لتحقيق النمو الاقتصادي السريع، والإعانات الحكومية للصناعات الكبرى، والاستثمار المكثف في البنية التحتية والمشروعات الكبيرة. هذه السياسات أدت إلى توسع سريع في كثير من الصناعات مثل الفولاذ والإسمنت والطاقة الشمسية. على الصعيد المحلي، تؤدي الإنتاجية الفائضة إلى عدة مشكلات، من أبرزها انخفاض أسعار المنتجات كنتيجة لتجاوز العرض والطلب، مما يقلل من هوامش الربح ويزيد من الأعباء المالية على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تزداد معدلات البطالة نتيجة لإغلاق المصانع التي لا تستطيع المنافسة في السوق المشبع، ما يساهم في زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية داخل الصين. أما على الصعيد العالمي، فإن الإنتاجية الفائضة في الصين تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الأخرى. تقوم الصين بتصدير فائض إنتاجها بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى تقويض الصناعات المحلية في الدول الأخرى ويزيد من حدة المنافسة التجارية. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين والدول الأخرى، الأمر الذي شهدنا أمثلة عليه في النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.